يهمنا نعرف بقى قبل كل حاجة، وده شغلنا كجي بيز جنرال براكتيشنرز، يعني يهمنا جدا 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 نبقى عارفين المعلومة دي. انت كدكتور عادي جدا محتاج تعرف انه عيان اللي قبل ما يدخل كانسر ثيرابي او عمل during الكانسر ثيرابي، هو بياخد سيشنز دلوقتي او خلص الكانسر ثيرابي، هو محتاج يدخل في حالة من الرعاية الفموية يعني الكاملة. يعني ايه؟ يعني احنا محتاجين نراعي العيان ده قوي 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 قوي، لان هو compromised قوي 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 قوي، ومتوقع ان هو يبقى compromised اكتر واكتر واكتر مع الوقت، immune compromised يعني. وبالتالي حضرتك محتاج انه تراعي العيان ده وتخليه ما يشتكيش، يعني ما تستنهوش لحد ما يشتكي. يعني هنعمل ايه؟ يعني البيشنت لازم يبقى educated من الاول، هو والعائلة والمحيطين وكل حاجة، ان العيان ده لازم نخلي بالنا من الاورال هايجين، وان احنا متوقعين والله ان هو بياخد دواء كذا، فمتوقع ان هو يحصل اورال manifestations كذا وكذا وكذا، يعني يبقى متوقع قبل ما يحصل له الحاجة علشان ما يتخضش انه ده والله ده ريكارنس من التيومر او الميتاستاسيس ولا whatever. تمام. هتراعي بقى الاورال ميجرز، هيجي لك بانتظام، هتشيل اي كوز اوف تروما واي بين واي حاجه بين، في نعمل لها مانجمنت، نعمل ايرلي دايجنوستس ومانجمنت، والبين مانجمنت هنتكلم عليه بعدين. اهم حاجه بقى اللي هندخل في شويه تفاصيل واوبشنز كتير جدا ليها، تحس انها جايه من يعني من الماركت قوي كده، يعني ان احنا بنتكلم من سوبر ماركت اكتشلي، بس احب اقول لكم بمنتهى الثقه ان دي جايد لاينز العالميه. طيب محتاجين نراعي حاجتين، محتاجين نراعي انه البيشنت لازم الاورال كافيتي يبقى هايدريتد، لان احنا شفنا في الشارت اللي فاتت اللي احنا حطينا فيها كل الامراض اللي بتحصل، انه زيروستوميا بتحصل مع كل الكانسر ثيرابيز، فانت محتاج ان البيشنت يكون اورال هايدريتد بزياده علشان ما يحصلش فريكشن ولا تروما ولا اولسرز ولا كده، وانه اي انفكشن نسيطر عليه قبل ما يكبر او قبل حتى ما يظهر او قبل ما البيشنت يبتدي ياخد اي تريتمنت. طيب هنبتدي بالاورال هايدريشن. قلت لكم الدنيا هتبقى ايه شعبيه شويه، يعني هتعمل ايه؟ يعني البيشنت محتاج ياخد فريكوينت سيبس اوف ووتر، هيبقى دايما معاه ازازه ميه بيشرب منها بق كل شويه كده، ده اوبشن. الاوبشن الثاني ان هو لازم بيخلي باله من الاورال هايجين، يعني ان يعمل ماوث رينز كل شويه، يعمل رينزنج لبقه كل شويه. الحاجه الثالثه اللي بقول لكم شعبيه زياده عن اللزوم بس دي والله في جايد لاينز، انه محتاج انه ممكن لو الاورال دراينس مضايقاه بيجيب معلقه ملح ومعلقه بيكنج باودر اللي هو البيكنج سودا او بيكنج سودا يعني، ويحطها على لتر ميه ويمضمض بيها. ايه الفكره من كده؟ الفكره انه البيشنت اللي عنده زيروستوميا ده بيبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه السليفري جلاندز بتطلع السلايفا دي بيبقى فيها نسبه ووتر ونسبه ميوكس. تمام. نسبه الووتر هي اللي بتتاثر لكن الميوكس لا، فبيبقى السكريشن بيبقى ميوكويد قوي لدرجه انك بتحس فعلا ان هو ميوكس مش 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 ميه، يعني مش سلايفا زي الناس الطبيعيه، يعني هو بتحس ان هو اكتر ميوكس. فانت عايز تدوب الميوكس ده، تعمل دي كونتامينيشن تهايدريت الدنيا وتعمل نيوتراليزيشن بقى للبي اتش اللي اتضرب ده. فهتعمل ايه؟ هتدخل بلتر ميه، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره ملح، والبيشنت يمضمض بيها. الاوبشن اللي بعد كده انه يستخدم بقى دي الحاجات الشعبيه اللي هي مش هتكلفه حاجه، الحاجات اللي فاتت دي الحاجات اللي مش هتكلفه حاجه. اللي هتكلفه بقى ان هو يستخدم سلايفا سبستيتوتس زي اللي هي الارتفيشال سلايفا، بس دي مش متاحه قوي في السوق وغاليه جدا، و ان هو يستخدم لوبريكيشن للليب علشان ما يحصل لهاش كراستنج والسريشن، او ياخد ادويه بقى. طيب يبقى دي الاوبشنز، قلنا يا هيشرب كل شويه ميه، يا هيمضمض كل شويه، يا هيستخدم بقى الخلطه السحريه، يا سلايفا سبستيتوت، يا هيستخدم الليب بالم العادي اللي هو اللي احنا بنسميه زبده الكاكاو ده علشان الليبس ما يحصل لهاش كراستنج، واخر اوبشن ان هو يبتدي ياخد ادويه، وده اوبشن بيبقى غير محبذ شويتين.
طيب ايه الحاجة التانية اللي احنا محتاجين نراعيها؟ هي ال infections بقى، ان انت محتاج تخلي بالك من اي infection قبل اصلا ما يظهر. ودي بقى انت ممكن تفتي فيها زي ما انت عايز، انه البيشنت لازم يتعمل له سكيلينج وسب جنجيفال محترم كل فترة، وانه هو لازم يغسل سنانه بانتظام. بس خلي بالك بقى من النقطة دي، ان البيشنت ده محتاج يغسل سنانه بتوث براش سوفت او الترا سوفت مرتين او ثلاثة في اليوم. يبقى لازم تكون سوفت او الترا سوفت. ليه؟ لان انت مش عايز يحصل تروما. برضو الفلوسنج، انت محتاج ان هو يعمل فلوسنج، بس محتاج ان الفلوسنج تبقى تروماتيك، ما تزيدش عن مرة في اليوم. خلي بالك ان هو عرضة للكاريز، فاحنا هنعمل ايه؟ هنستخدم فلورايد توث بيست، ونعمل توبيكال فلورايد، وندي انتيسبتيك ماوث واش. والله لو في كيريز هنعمل له ريستوريشن، لو في اندو هنعمل له اندو او اكستراكشن. اهم حاجة انه حضرتك اياك ثم اياك تاكستراكت قبل ما يبتدي التريتمنت بسبع لعشر ايام. يعني انت المفروض ان انت على قد ما تقدر تخلع، والحاجات دي كلها تبقى قبل التريتمنت على قد ما تقدر. كل ما المدة اللي بين ما انت وقفت التريتمنت لحد الدنتال تريتمنت لحد الوقت اللي هو هيبتدي فيه الكانسر تريتمنت تكون اكبر، كل ما يكون احسن.